مشاهدي قناة الحوار التونسي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج الحوار الاقتصادي، جولة كما العادة في الصحافة الاقتصادية لهذا الأسبوع الأخير ثم لنا عودة. مجلة ليكونوميست ماغريبان نشرت حوار مع الخبير الاقتصادي الأستاذ فتحي زهير النوري بعنوان إصلاح منظومة الدعم، ضرورة معالجة المشكل جذريا أي من خلال النفقات. الأستاذ أشار إلى الخلل في معالجة مشكل الدعم واللي يتمثل في محاولة إيجاد موارد إضافية من قبل الحكومة عوضاً عن الحد من النفقات، وهذا ما يشجع على تبذير الموارد والإبقاء على الدعم اللي منفك في ارتفاع باش يمر من 584 مليون دينار إلى 1350 مليون دينار، أي بنسبة 2% من الناتج الداخلي الخام، هذا بالنسبة إلى المواد الغذائية. أما إذا أضافنا المواد الطاقية فإنه التكلفة تكون أثقل باش تبلغ 4330 مليون دينار سنة 2012، أي بنسبة 91% من حجم الموارد المخصصة للاستثمار العمومي. في هذا الإطار يقترح الأستاذ إعادة هيكلة قطاع الطاقة والحد من تدخل وزارة المالية للغرض، كما يرى أن مراجعة الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه يمكن تحقيقه من خلال صندوق للنفط تتخصص له الموارد الإضافية للميزانية واللي يعمل على استثمارها بالخارج في شكل أسهم ذات مردودية عالية. في أرقام نشرت مجلة أنتربريز بيانات متعلقة بالمئة أهم أجر في تونس، 24,146,718 دينار هو مجموع المئة أهم أجر سنوي في تونس، هو رقم يبعث على التعجب عند الكثيرين، خاصة وأنه من بين 30 أجر الأوائل فقط 8 أجور مسندة لشركات غير مالية. 2660 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تونسية في المغرب، حسب الأخبار المنشورة بالموقع المغربي تشالنج ام آ، استقبل المغرب أكثر من 2660 مؤسسة ورجل أعمال تونسي. هذه الهجرة الذهبية باش تمكن المملكة من استقطاب 27.5 مليارات من رؤوس الأموال، وحسب المركز التونسي لليقظة والذكاء الاقتصادي أصبح المغرب منذ الثورة الوجهة المفضلة لرجال الأعمال التونسيين. وحسب مصادر المجلة على عين المكان فإن الأشقاء المغاربة وضعوا على ذمة المستثمرين التونسيين شباك موحد للاستقبال والإرشاد والتوجيه. في تقرير لنفس المجلة حول نتائج البورصة، ميزت الزوز أسابيع الفارطة بنوع من التربص من قبل المستثمرين اللي انعكس على مستوى حجم المبادلات واللي استقر معدله اليومي في حدود 3.346 مليون دينار، وهو أقل من المعدل السنوي بنسبة 23%. أما النجاة على مستوى مؤشرات البورصة فإنها مختلفة ومتذبذبة. حقق مؤشر تونانديكس ارتفاع بنسبة 0.43% في نهاية الأسبوعين وبلغ 4472.76. أما مؤشر القيم الأكثر سيولة تونانديكس 20 فإنه تراجع بنسبة 0.21% وبلغ 1800.23. من ناحية النجاعة القطاعية فإنه مؤشر تجهيزات السيارات احتل المرتبة الأولى بقفزة ب 7.22% فضل تحسن مردودية أسهم جيف فيلتر بنسبة 9.48%. قطاع البعث العقاري ارتفع كذلك مؤشره بنسبة 5.68% تحت تأثير التطورات المتتالية لأسهم سامبار والسكنة على التوالي بنسبة 8.91% و 7.66%. المؤشر القطاعي للصناعات الكيميائية والصيدلية يحتل المرتبة الثالثة بتطور إيجابي بنسبة 5.03%، خاصة بفضل ارتفاع أسهم إيرليكي تونس بنسبة 8.55% واللي بلغت 277 دينار فاصل 900. أما التراجعات فتم تسجيلها على مستوى أسهم SPDIT سيكاف بنسبة 4.4% واللي انعكس سلبا على المؤشر القطاعي للاستثمار اللي تراجع بدوره بنسبة 3.58%.
مؤشر قطاع الصناعات الغذائية تراجع بنسبة 0.57%، يليه قطاع التوزيع بنسبة تراجع بلغت 0.57%، وهذا كله بسبب تراجع مردودية أسهم SFBT والنقل على التوالي بنسبة 2.17% و 6.95%. مرحبا بكم من جديد مشاهدي قناة الحوار التونسي إلى برنامج الحوار الاقتصادي. يوم 17 أكتوبر أصدرت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية وكذلك شركة نقدية تونس بلاغ تعلم فيه حرفاء البنوك أن الرسائل الإلكترونية والإرساليات القصيرة اللي يتلقاوها باسم مؤسسات بنكية أو مالية وطنية أو عالمية واللي تتضمن طلب إعادة تشغيل حساب بنكي عبر الإنترنت أو طلب إحداث تغييرات على الحساب أو رفع تجميد على حساب بنكي هي رسائل صادرة عن متحيلين بهدف سرقة معطيات بنكية متعلقة بالحرفاء أو إمكانية الاطلاع عليها واستغلالها. فكرة عن فحوى هذا البلاغ وطريقة رصد مخاطر هذه العمليات مع ضيف حصتنا اليوم في برنامج الحوار الاقتصادي السيد سامي المعموري، وهو الممثل القانوني لشركة نقديات تونس والمسؤول عن السلامة والمساندة. مرحبا بك سي سامي. مرحبا بك. شكرا لك على حضورك معنا. إذن سي سامي، بعد بضعة أشهر من آخر بلاغ تم إصداره من قبل شركة نقديات تونس حول بعض المخاطر الناتجة عن استعمال البطاقات البنكية، يجينا البلاغ هذا مرة أخرى في نفس المجال تحذيرا من بعض عمليات التحايل. علاش كثر الحديث سي سامي عن عمليات تحايل عبر البطاقات البنكية؟ شنو هي خصوصية البطاقة البنكية ولما تبعث البطاقة البنكية على يعني لما تستدعي المتحايلين على استغلال البيانات اللي فيها لغرض تحقيق أغراض ربما غير مشروعة؟ هي كل كيما كل وسيلة دفع كسوسوا تزييف الأموال أو استعمال بطاقة بنكية اللي معناتها تصير عملية خلاص، معناتها في معناتها البطاقة متاع شخص وشخص آخر هو يستعملها، معناتها الإمكانية واردة. والبطاقة البنكية هذه من قبل معناتها موجودة في تونس وموجودة في العالم. من المشكلة اللي تفتنا لها في الأخر، وهي مشكلة زادة قديمة احنا نسميها الفيشينج، هي عملية قرصنة متاع الدوني هذم اللي هم بيرسونيل للبورتور دو كارت، معناتها الحريف هذوما حريف، معناتها باش يعمل عملية الدفع لازم يحط المعلومات هذه اللي موجودة في البطاقة متاعه، ولا موجودة حتى معناتها يلزم يحفظ هو القرن متاعه. احنا تفطرنا اللي فما مجموعة تبعث ديزيميل ولا ديز اس ام اس ويطلبوا من الحرفاء يبعثوا معناتها وزير، ينجم يكون السيد يوصل له اي، ينجم يكون انسان يوصل له الايميل هذا وما عندوش بطاقه بنكيه. معناتها يبعثوا على الناس الكل اللي عنده بطاقه واللي ما عندوش بطاقه، في بعض الايميل يوصلونا معناتها، وانا بنفسي وصل لي منهم الايميل هذوما، يقولوا للحريف اذا كان ماكش مش تعمر الاستماره اللي موجوده في البي اس جوينت البطاقه نتاعو مش معناتها باش تولي معاش تعمل باش تعطل. وكيفاش سامحني سي سامي، كيفاش تفطنتوا لهذا النوع من الممارسات؟ هل كان ذلك من خلال يعني شكايات من الحرفاء مباشره ام من خلال تعاملكم يعني مع البنوك، ام على خاطر انتم زاده في حد ذاتكم كنتوا تنجموا تكونوا حرفاء كما قلت لنا يعني انت شخصيا جاتك الرساله؟ شنو طريقه التعامل من الاول؟ فما معناتها فما بنوك اللي أصحاب البطاقات متاعهم قالوا معناتها إحنا ما قمناش بالعملية بعملية أو أخرى، يعني فما حسابات تم سحب منها مبالغ فمش مبالغ صغيرة، معناتها في أغلب الأحيان معناتها مبالغ متاع معناتها رشارج متاع كارت معناتها تسمع مبالغ شيء. وهما كيف سألناهم معناتها وشفنا معهم معناتها شنو اللي عملوا باش تصير العملية هذه، خاطر
بالنسبه لنا احنا كبنوك كسوسوا لي ميتور ولا لي كيرور، معناتها البنك المصدر للبطاقه ولا البنك اللي يقبل البطاقه معناتها، ولا البروسيسور اللي يخدم في معناتها الانترفاس ما بين البنك المصدر والبنك القابل للبطاقه المقاسه يعني، معناتها المقاسه في سيمو معناتها سيرتيفي سولون لي نورم انترناسيونال. دونك الوسيله اللي يلقاوها لي فرودور هي كيفاش ياخذوا هالمعلومات هذم مباشره من عند صاحب البطاقه. يبعثوا هالايميل ولا الاس ام اس وصاحب البطاقه اذا كان تفطن، وهي معناتها فما برشا طرق باش يتفطن معناتها، حتى كيف يشوف الايميل باش يلقى لي فوت معناتها الاخطاء في لي فوت اورتوغراف، لكن الكادنا مش موجوده نتاع سيكوريتي ولا وهي الكادنا زاد لي فرودور قاولها حل. معناتها مش يطلبوا في قن سي في في 2 احنا نسميوها القن السري للعمليات عبر الانترنت. واللي ما يطلبها حتى حد حتى يعني البنك ما يطلبهاش. نفهم من كلامك سي سيمي انه ما يدفع ربما على التحيل عبر البطاقات البنكيه ماهيش البطاقه في حد ذاتها، ولكن البيانات الواجبه لاستعمال البطاقه. البيانات هذه يعني المتحيل سيستعملها اكيدا يعني وحصريا في المواقع الالكترونيه، يعني ما فماش امكانيه نتاع تحيل عبر الديستريبيوتور يعني لا. عبر الماكينه بخلاف بطبيعه امكانيه التحيل الكلاسيكيه اللي نعرفوها، يعني هذوما حاجتهم معلومات يستعملوها في الانترنت. بالنسبه للفيشينغ، وبارك الله فيك على السؤال باش نزيدو نوضحوها خاطر صارت كونفيزيون. بالنسبه للفيشينغ اللي قاعد يصير في بلادنا معناتها في الشهر اللي فاتت، المتحيل حاجته بمعلومات، المعلومات اللي ياخذهم من عند صاحب البطاقه هما يخولوا له باش يعمل يقوم بالعمليات هذا عبر الشبكه العنكبوتيه. بالمعلومات هذوك ما ينجمش يعمل بطاقة مزورة ويقوم لا بعملية سحب لا بعملية دفع. واضح. فما حاجات، فما معلومات تمنع. أخرى لا فما معلومات أخرى يلزمها تكون موجودة باش ينجم يعمل العملية هذية. حتى صاحب البطاقة ما يعرفهمش. والبنك بنفسه ما يعرفهمش خاطر فما الالغوريتم. أي الالغوريتم اللي فما رقم سري آخر راح نسميه سي في في 1 هو موجود زاد في البطاقة. وهذا ما يعرفه حتى حد. ورقم الصنع يعني هو اللي تصنعت به يعني البطاقة. هو الرقم اللي أكد لك اللي البطاقة المغناطيسية هذيك فاليد. أوثنتيك. واضح يعني باش نوضحوا انه راهو المعلومات هذه فقط تصلح لعمليات تحيل عبر الانترنت وليس لعمليات التحيل المباشر، يعني من خلال استغلال او اعاده صنع بطاقه بالضبط. اخرى بالضبط. مماثله. اذا مروا للتحذير الاخير هذا اللي صادر على واصلا على الجمعيه المهنيه التونسيه للبنوك والمؤسسات الماليه ومعها شركه نقديه تونس، ولا جمعيه فقط لو كانت توضح لنا ربما سي سامي واسباب التحذير هذا، ايش هي المصادر، منين خذيت المعلومة متاحة الجمعية هذه وعليش حبت تتحذر؟ هذه تهم البنوك الكل وتهم ليزيتابليسمون فينونسيي الكل، معناتها تهم البنوك معناتها اللي يقول بطاقة يقول نقديات، واللي يقول نقديات مش يقول البنوك ولا شركة نقديات تونس. معناتها مهما يكون صاحب البطاقة وينتمي لأي بنك، إذا أعطى المعلومات مش يمس طول السيستم. دونك الجمعية المهنية للبنوك ونقدية تونس راو اللي يلزم المعلومة هذه توصل لأصحاب البطاقات وللناس اللي تحب تعمل زادة بطاقات في المستقبل باش ما نوعيهم باش ما يتيحوش في بيج كيف هكا كيما هذيا. بالنسبه للبلاغ هذيا لقيناه يعني فيه العديد من الممارسات اللي تقول رسائل الكترونيه وارساليات قصيره، يعني فما شكون يجي ايميل وفما شكون يجي اس ام اس، فما يعني باسم مؤسسات بنكيه ولا ماليه وطنيه او عالميه. هل الم يتم يعني تحديد مصدر اعمال التحايل هذيا؟ يعني هي اعمال تحايل عالميه ما يخصش تحذير هذا بمعنيها حدث صار في تونس كهو ولا المتحايلين هما اللي شوفنا كان نرجع عبر التاريخ. صارت العملية هذه مش في تونس، صارت في فرنسا سنة 2010
صارت قبل في برشا بلدان معناتها لو فيشينغ معناتها عمليه قديمه برشا مي الطريقه نتاع العمل بها هو اللي يتغير معناتها كيف معناتها مشكورين حتى الزملاء معايا في نقديه تونس معناتها خدمنا عليها الموضوع هذايا معناتها تشوف كيفاش خادم معناتها المتحيل ما نقولكش لا بيرفيكسيون مي قريب للبيرفيكسيون انسان يعني متمكن تقنيا من لا مش حكايه متمكن تقنيا كي يحط لك معناتها دي زانديكاتيف فيريفايد باي فيزا او فيزا يوروب معناتها يحط لك حاجات اللي موجوده رير ما موجوده مي هنا تجي الفتنه نتاع الانترنت هون تجي الفتنه زاده نتاع صاحب البطاقه معناتها انت مدير البنك ولا اي انسان يخدم في معناتها في القطاع البنكي عمره لنهار كي عطى البطاقه طلب رقم سري ولا طلب من الحريف نتاعو باش يمدوا بال يعني هو تصرف غير معهود في المجال البنكي تحب تقول لنا يعني من كيف غير يطلبك المعقول أي انه كيف يطلبك في معناتها في قن سري ولا يطلبك في الرقم السري باش العمليات نتاع البطاقات البنكيه مدعاة للريبة مش عادية بيه نقولوا اللي الطلبات هذوما ماهيش ديما تتضمن طلب تمكين يعني البنك او المتحيل هو ماهوش بنك لانه من الارقام هذه يقولوا طلب اعاده تشغيل حساب بنكي عبر الانترنت احداث تغييرات على الحساب رفع تجميد على حساب يعني على خطر الطلبات هذه كل فيها تستلزم يعني وضع البيانات هذه ام هي عديد يعني التصرفات اللي من خلالها تنجم يستعملوا الطريقه هذه خاطر كيف مش يطلبك في الريب ولا مش يطلبك في الرقم الحساب نتاعك تعطيه بسهوله معناتها كي العمليات اللي يطلبوهم ما يخليوش صاحب البطاقه مش يشك معناتها كي تتبع من الاول الاستماره كيفاش ما توقفك كان كي يطلب الرقم السري هذاك السي في في 2 ولا رقم العمليات باش تصير على الانترنت يعني الاستماره يكون موضوعها من الاول مثلا احداث تغييرات على الحساب والا يقولوا له بهدف رفع تجميد على اللي حساب شفتهم يعني انا شخصيا اللي شفتهم انا شخصيا يقول لك عملت عمليه بقيمه مثال 240 اورو اذا كان ما تقومش بالميزاجور معناتها بالتحيين البيانات بالمرافقه في الاستماره المرافقه للايميل هذاك يقع الغاء العمليه مش الغاء العمليه يصير معناتها البلوكاج باش ما عادش يصير حتى تجميد الحساب ولا دونك الريفلكس مش تنزل مش تعمر انت الاستماره هذيك مش تبدا تحط الايميل نتاعك تحط اسمك تحط رقم البطاقه مده انتهاء الصلاحيه الى غايه الوصول حتى لين يوصل يعني يطلب البيانات اللي ما لازمش نعطيوها إذا شنو هي البيانات اللي ما لازمش نعطيوها على القن السري شنو ولا رقم البطاقة شنو ما البيانات بالنسبة لل هذه البنوك الكل معناتها كيف يعطيوا البطاقات للحرفاء نتاعهم يوصيوهم معناتها الكود كونفيدونسيال هو القن السري هذا اللي يصلح العمليات الدفع وعمليات السحب من السحب الآلي القن السري هذاك يحفظوه وما يعطيوه لحتى حد لازم يتقطع معناتها احنا برشا سهلة عنده يقيدوا في تليفون ولا يحطوا في يحط الكود في الكارتة كريمة معناتها سارت باش خاطر باش ما ينساش معناتها هذاك مستحسن يحفظه ويقطعه وشخصي هذاك ما يعطيه لحتى حد البطاقة بنفسها ما يعطيها حتى حد ما تخطر هي كي انت البطاقه هذيك الممارسات اثبتت العكس انه حتى بين الازواج ولا بين افراد العائله البو يعطي الولد البطاقه تقعد ديما يعني الممارسات معقوله ما في المشكله فين وقت اللي تصير عمليه نتاع تحيل ما عادش تعرف شكون يعملها خاطر هي البطاقه اذا تعدات على الليكتور التيرمينال دو بايمون الكترونيك هذيك البطاقه موجوده اما شكون يقول اللي السيد البطاقة هذيك تبعته هو الرقم السري أنا كيف شنو يعني جميع العمليات محمولة على أنه صاحبها هو اللي قام بها طالما أنه الرقم السري صحيح يعني. أنا طالما الرقم السري صحيح خاصة توا نتعاملوا بالبطاقة الذكية وحتى التوا معناتها حتى للساعة اللي احنا توا فيها اللي فيها البوس يعني. أي اللي فيها البوس حتى للساعة هذه مازال ما صارش معناتها سكيمينغ نتاع البوس معناتها ما صارش كوبي نتاع البوس هذيك حتى التوا كوبي من ناحية يعني
يعني من قبل متحايلين ما نجموش يصنعوا فوالا ما ينجموش ياخذوا يعني لي دوني من البيوس هذيك يحطوها في بيوس اخرى حتى لتو دونك والحمد لله ان شاء الله ديما دونك هذاك واش سميناها بطاقه ذكيه. كيفاش سيسمي نجموا نتعاملوا تو مع البطاقات البنكيه نظرا الى تشعب يعني المعطيات اللي فيها بقطع النظر على ضروره حفظها ضروره استعمالها شخصيا على استعمال المعرفات اللي فيها هذيا شنو هي اهميه يعني التصرفات اللي لازم يتوخاها كل حريف باش يامن السلامه الماليه نتاعو معناها لانه صعيب انه نحصروا بعد عمليات التحايل برشا عمليات يتم رصدها في الحساب البنكي مش ناس كل تثبت الحساب البنكي شنو فيه وشنو هي العمليات اللي تعملت عليه مسيت نقطة حساسة برشا معناتها خاصة بالنسبة للناس اللي عندهم البطاقات البنكية اللي يتعاملوا على معناتها يتعاملوا على الانترنت كسوسوا خلاص الفاتورات متاعهم ولا مش يشريوا دي كارد روشارج ولا أي كان العملية ماذا بيهم يثبتوا معناتها ديما ياخذوا ان اكسريت كونت ويثبتوا وما فيهاش وما فيها يثبتوا من العمليات من العمليات يعني الخصمية وما فيها باس اذا كان معناتها يعملوا حتى الاس ام اس بانكينج معناتها كل ماتير عمليه ديبي ولا كريدي يبعث له ان اس ام اس يقوم اشعارهم دونك يعرف هو عملها ولا ما عملهاش معناتها موجود السيرفيس هذايا واحنا نعملوا معناتها احنا كي نقول احنا معناتها البنوك ونقديه تونس قاعدين نعملوا على اساس تكون معناتها في لي زوبيراسيون هذوما معناتها وقت اللي الكارت نون بريزونت هما اكثريه المشاكل اونتر غيمي اكثريه المشاكل معناتها في وقت اللي الكارت نون بريزونت قاعدين نعملوا على تقصد بها تصير العمليه والكارتة ما تمش استعمالها لا مش الكارتة ما تمش استعمالها الكارتة مش موجودة معناتها تو كي تستعمل انت عملية في عند ان كوميرسون مش تعديها على ان ترمينال دو بايمون معناتها باش تقرا البيوس ولا باش تقرا البيست دونك البطاقة موجودة أي؟ بالنسبة للعمليات الانترنت البطاقة مش موجودة مش تعطي دي دوني بالطبيعة وهذاك اش حاجته الهايكر اللي يعمل في تو في الفيشين يعني أكثر مخاطر هي عن طريق يعني التجارة الإلكترونية وإلا الاستعمال عبر الانترنت ولو أنه العديد من الهياكل يعني تشجع على هذا النوع من الاستعمال أي يعني لكن هاني قلت لك أنا الاختر منين يجي من في نحكي على الكا هذا بالذات معناتها الاختر يجي من صاحب البطاقه بنفسه بالنسبه للمواقع لا مش من الميكانيزم ومش من البنوك بالنسبه للمواقع على فرض انه البطاقه سليمه هل هناك مخاطر متاتيه من الموقع اللي نستعمله خلاله ولا من خلاله هذه البطاقه كيفاش ينجم يميز الحريف بين الموقع الجدي والموقع المفتعل من قبل المتحايلين بغرض يعني استهدافك ولا استقطابك البيانات بالنسبه لنا جوست معناتها مش تفسير صغير هوني معناتها جوفر بارونتيز معناتها الفيشينغ هنا اللي صاير الاخراني ماهوش معناتها موقع وهو منه هو معناتها صاحب البطاقه اعطى البيانات يبعث يعني ايميل وهو جاوب على ايميل اما بالنسبه للمواقع معناتها اون جينيرال تلقاهم HTTPS وماذا بيه معناتها واحد ما يسالش روحه على الجوجل اسهل ولا على موتور دو ريشيرش معناتها يكتب كريمو يكتبها HTTPS ويحط يكتب مثال ستاك يكتب الموقع باش يجي الموقع الرسمي وينجم يثبت يزيد يثبت السيرتيفيكا دو سيكوريتي نتاعو يشوف السيرتيفيكا هذيك الفاليديتي نتاعها وقتاش وفيها السيرتيفيكا ولا باش يتاكد فهمت خاطر معناتها المتحايلين ينجموا يعمل موقع ما ماهوش هذايا الكالي قاعد صاير تو في تونس يعمل موقع معناتها يشبه الموقع الرسمي نتاع البنك ولا اي حاجه واللي مستانس معناتها يدخل يراهم يشبوا لبعضهم يحط لي دوني نتاعو ماهوش هذايا اللي قاعد صاير سيستمي تو تويتر العديد من اعمال التحايل اللي استنسنا بها واللي هي من خلال طلب ارسال اموال الى الخارج هذيك عارفينها من مصادر افريقيه اكثرها ومتواتره ويعني براتيكمون يعني كل يوم ولينا نتلقاو الرسائل هذيا حتى من حيث الشكل معناها تعودنا عليها ولينا نعرفوا كيفاش نتفاداوها هل هي نفس مصادر التحايل هذيا ام
هي مصادر وطنية، يعني المتحايلين هذوما يبعثوا في إيميلات يعني من تونس، من الخارج، من نفس البلدان اللي تعودنا عليها. شنو هوية المتحايلين ولا نجموا يكونوا بيناتنا؟ لا شوف جو با ما برونسي خاطر ديجا مشكورين البريغاد ايكونوميك دو تونس اي الفرق الاقتصادية بتونس، وعندنا الإدارة الأمن الوطني قاعدين يخدموا على دي كا كيف هكايا مع تقاعدين اون كولابوراسيون معهم هما نخدموا باش نشوفوا معناتها اون بابا اي باش نشوفوا المصدر. ولكن فما امكانيه يعني انه ينجم يكون مصدر وطني؟ ما نجمش نقول لك حتى شيء حتى التو علميا مازل. علميا لا مش على توا امكانيه هذا علميا يعني هذا النوع من هذوما على شبكه العنكبوتيه من اي مكان في العالم تنجم تدخل من ما تحب على الشبكه العنكبوتيه معناتها ينجم من تونس ولا من برا ولا توانسه لبرا ولا دي زيترونجي يعني في انتظار الكشف عن هوية المتحولين. نحبوا نعرفوا شركه نقديات تونس اللي ديما نسمعوا عليها هذوما توا من التصرفات اللي تستدعي اكثر يقظه واكثر معناها حفاظ على السلامه ولا حرص على السلامه الماليه كشركه، يعني ما نسمعوش انه فما علاقه مباشره بين الحريف والشركه، ديما الحريف يعرف عنده علاقه مع البنك بتاعه. كيفاش تتصرف شركه نقديات تونس مع حرفاء البنوك؟ هل هناك من علاقة مباشرة؟ هل هناك تواصل مع الحرفاء أم علاقة من خلال البنوك فقط؟ هي نقديات تونس تتعامل ما بين البنوك معناتها الحريفة متاعنا هي هم المصارف الحرفاء متاعنا كسسوا إيميتر ولا أكيرور معناتها كسسوا البنك اللي مصدر للبطاقة ولا اللي يقبل البطاقة ولا فما بنوك يقبلوا ويصدروا البطاقة ما كيف يكلمونا معناتها خاطر مرات حتى البنوك بنفسهم يعطيو حتى كوسوسوا معناتها الهاتف متاعي ولا الهاتف متاع زملائي بور لي زاسيستيم معناتها نقوموا بالواجب. اما المعامله احنا كنتعاملوا معناتها كل صاحب بطاقه اول ما عنده اشكاليه يلزم يتوجه مباشره على سبيل الدعابة سامي، علاش ديما نعيبوا على هذا النوع من الإشكالات؟ أنه معناها بصفة سريعة يحدث الإشكال ولكن بصفة بطيئة جدا يتم يعني التصدي ليه وإلا معالجته، حتى وخاصة أنه الإشكال هذا يمس المكتوب يعني متاع الحريف، أنه وقت ينقص له من حسابه مبلغ قد يكون يعني هام لسيما وأنه الدفع عن طريق الموزع هذاك يعني قد يمتد إلى مبالغ حتى يعني هما، علاش ديما المعالجة تبطأ من شيرة يعني من شيرة نقدية تونس من شيرة البنوك؟ هوني في نحكي وباقي نحكي على الفيشينج هذا الفيشينج هذا معناتها مش كي تقول معالجة لا هنا هي عملية إجرامية هنا فما لا معناتها كي نحكي وهكايا كوم سي فما خلل من البنوك ولا من نقدية تونس ولا من المنظومة كلها الخلل عطيتك معناتها انا بالبروسيس اللي الخلل بالنسبه لفحوى البريغ هذيه بالنسبه لهذا بالذات، لكن بالنسبه للمعاملات الاخرى يعني العاديه اللي قد تطرا انا نحكي تو في علاقه نقديه تونس بحرفاء البنوك منين يجي البطء؟ هل يجي البطء من طريقه تفاعل البنك مع الاشكال مع عريضه المواطن ام من اصلاح هذا ومعالجته؟ باش تصير عمليه الاصلاح يلزم تصير الساعة ديتكسيون متاع المشكل الساعة ما تنجمش أنت تقوم بعملية متاع أسلحة متاع حاجة ماكش متأكد منها معناتها كيف نتأكدوا اللي صار ريال ما فما الإشكالية وقتها كما هنا إذا عملية التأكد هذه في أغلب الحالات يعني تبطى عملية التأكد دوم وقت مش وجيز فما يقول لك نستنى شهرين ثلاثة شهر هل يعقل أنه؟ نعطيك أنا إكزامبل صغير وبسيط بسيط على الأخ خطر الكا هذا أنا انفولفت فيه برشا جاوني أنا ليا أنا وكلموني شخصيا وممكن كان يتبع في البرنامج سيعرفوا الواهم فما شكون اللي عندهم أصحاب بطاقات الافير من جانفي مثال ولا من فيفري ميتكلم كان في سبتمبر يفيق بها من بعض. افهم انت معناتها علاش انا جنسيست حتى قد ما يضطب طبيعة في المدة قد ما تكون المعالجة أصعب ولكن على فرض أنه تفطن في الانستانتي يعني في لحظتها أنه حاول يجبد مش يتفطن مجد كروش من غدوة ما نجمش يجبد كيف هو مش يتفطن
مش يلزمنا ان نتركها بك شي ايزولي هذاك بك شي حاجه معناتها عتشي هو خاطر واحد يشك في كل شيء في حكايه كيف هناك مي كيف يكثر الفيشينغ وبالطريقه هذه خاطر احنا الزيميل معناتها قاعدين يجيو نتاع الفيشينغ ما قصوش فما لي ريكلاماسيون يتعاودوا دونك خذينا ديسيزيون باش واضح. في الوقت الحاضر إذا للتعامل مع هذا البلاغ نذكروا فقط الحرفاء أنه ما يعطيوش حتى بيانات متعلقة بالبطاقة لا سيما القن السري وإلا ثلاثة أرقام اللي موجودين خلف البطاقة. عدا ذلك يعني حتى رقم البطاقة الطويل هذاك في بالنسبة للمواقع الإلكترونية ما فيش حتى إشكال ينجم يستعملهم يعني هذا ما لازمش يضر في جميع الحالات يعني بالمبادلات العادية من خلال التجارة الإلكترونية. شكرا لك سيد سامي المعموري الممثل القانوني شركة نقدية تونس والمسؤول على السلامة والمساندة كاهد مدير بالشركة على حضوركم معنا ولهذه التوضيحات. شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة والأهتمام. كان هذا لقاءنا اليوم في برنامج الحوار الاقتصادي خصصناه لفحوى بلاغ الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وكذلك شركة نقدية تونس حول بعض مخاطر استعمال البطاقات البنكية. إلى لقاء اقتصادي آخر.